السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة في درسنا الجديد لهذا اليوم، إلا وهو الدرس التاسع، الحركة الطبيعية للسكان لمقرر جغرافيا سكانية أجهة 312. يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من درس اليوم أن يعرف مفهوم الحركة الطبيعية للسكان، يستنتج أسباب تراجع الوفيات في العالم، يبين معدل الوفيات الخام ووفيات الرضع، يتقن مهارة حساب المعدلات التالية إلا وهي الولادات الخام والوفيات الخام ووفيات الأطفال الرضع والنمو الطبيعي للسكان، أن يصنف البلدان العربية على حسب معدلات الخصوبة، وأن يوضح النمو الطبيعي للسكان. فلنعرف الحركة الطبيعية للسكان. عبارة تطلق على التغير في عدد السكان نتيجة الفارق بين عدد الولادات وعدد الوفيات في فترة محددة، وغالباً ما تكون هذه الفترة عبارة عن سنة واحدة، ولا تؤخذ في الاعتبار أعداد الوافدين إلى البلد أي الهجرة، ولا النازحين عنه أي الهجرة المغادرة. فلننتقل إلى النشاط الأول. أمامك مستند أجب من خلاله عما يلي: 1. كم يبلغ متوسط عدد السنوات للفرد في البلدان الصناعية؟ 2. كم يبلغ متوسط عدد السنوات للفرد في البلدان النامية؟ أمامك دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. وللإجابة على النشاط الأول، يتبين لنا أن يبلغ متوسط عدد السنوات للفرد في البلدان الصناعية 80 سنة، بينما يبلغ متوسط عدد السنوات للفرد في البلدان النامية 66 سنة. فما هو مفهوم الانفجار الديموغرافي؟ هو عبارة عن ارتفاع كبير في عدد السكان في العالم نتيجة تدني عدد الوفيات وكثرة الولادات. ننتقل للنشاط الثاني. أمامك مجموعة من الصور، استنتج من خلالها أسباب تراجع الوفيات. أمامك دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. فمن خلال الصور يمكننا الإجابة على النشاط الثاني، بحيث يرجع السبب في تراجع الوفيات إلى عدة أسباب، ومنها تقدم الطب، رعاية المسنين، تقدم الرعاية الصحية، وتحسن نظام التغذية.
ننتقل إلى النشاط الثالث، اقرأ الفقرة بتمعن ثم أجب عن الأسئلة الآتية. 1- كيف يتم حساب معدل وفيات الرضع؟ 2- ماذا يمثل معدل الوفيات الخام؟ 3- كم يبلغ معدلات وفيات الرضع في كل من الهند ونيجيريا؟ 4- كم يبلغ معدل وفيات الرضع في البلدان العربية مثل اليمن والسودان؟ وبعد قراءة الفقرة بتمعن تبين لنا أن معدل وفيات الرضع يساوي عدد وفيات الرضع اللهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة الواحدة مقسوماً على عدد الولادات الحية مضروباً في 1000، بينما معدل الوفيات الخام يمثل مؤشراً لقياس تكرار الوفيات خلال عام في كل 1000 من السكان، في حين معدلات وفيات الرضع في كل من الهند ونيجيريا ترتفع إلى أكثر من 85 في 1000، بينما معدل وفيات الرضع البلدان العربية كاليمن والسودان بحيث يزيد معدل وفيات الرضع على 100 في 1000. وبالتالي تمت الإجابة على النشاط الثالث. ننتقل إلى النشاط الرابع. أمامك مجموعة من البيانات في المستندات التالية، وبالاستعانة بالقوانين في الشريحة التالية أجب عما يلي. 1- احسب معدل الوفيات الخام لجمهورية مصر العربية. 2- استخرج معدل وفيات الرضع لجمهورية مصر العربية. 3- احسب النمو الطبيعي لمملكة البحرين. وهذه هي القوانين التي يمكنك استخدامها من أجل حل الأسئلة. أمامك دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. فلإجابة النشاط الرابع للسؤال الأول إلا هو معدل الوفيات الخام لجمهورية مصر العربية، نستطيع أن نستخدم القانون التالي إلا وهي النسبة الخام للوفيات
يساوي عدد الوفيات في سنة معينة مقسوما على عدد السكان في منتصف السنة مضروبا في 1000. فبعد التعويض تكون الإجابة كالتالي: 573,129 مقسوما على 88,957,833 مضروبا في 1000، فبيطلع الناتج 6.4 بالألف. أما لحل السؤال الثاني إلا وهو معدل وفيات الرضع لجمهورية مصر العربية، يمكننا استخدام القانون التالي إلا وهو نسبة وفيات الرضع يساوي عدد وفيات الرضع إلا هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة مقسوما على عدد الولادات الحية مضروبا في 1000. وبعد التعويض ستكون الإجابة كالتالي: 39,679 مقسوما على 1,720,495 مضروبا في 1000، بحيث تكون الناتج 1.4 بالألف. ولو أردنا حل السؤال الثالث للنشاط الرابع إلا وهو معدل النمو الطبيعي لمملكة البحرين، يمكننا استخدام القانون التالي إلا وهو النمو الطبيعي يساوي عدد الولادات ناقص عدد الوفيات. وبعد التعويض بتكون 20,931 منقوصا من 2,805، بحيث الناتج سيكون 18,126. فتمت الإجابة على النشاط الرابع. كما قيل سابقا، اختلفت الأسباب والموت واحد، فالبلدان الغنية بها موت كما البلدان النامية، ولكن تختلف الأسباب. فالبلدان الغنية لا تشكو إطلاقا من سوء التغذية، وإنما تكثر فيها الوفيات الناتجة عن السرطان وأمراض القلب والشرايين، في حين البلدان النامية تعاني من سوء التغذية فتكثر فيها ضحايا الأمراض المعدية والطفيلية. ننتقل إلى النشاط الخامس. أمامك خريطة من خلالها أجب عن السؤال الآتي إلا وهو: قارن بين نسبة متوسط عدد الأولاد للمرأة الواحدة في مناطق الريف والحضر. فلو نلاحظ الخريطة نلاحظ وجود عمودين، فلو نرجع إلى مفتاح الخريطة يتبين لنا أن العمود الأخضر يمثل المرأة الريفية، بينما العمود الأصفر يمثل عدد الأولاد للمرأة في الحضر. وبعد الإجابة نلاحظ أن يختلف عدد الأولاد للمرأة الواحدة بين مناطق الريف ومناطق الحضر، فيرتفع عدد الأولاد للمرأة في الريف أكثر منها في مناطق الحضر، كما هو الحال في سوريا والمغرب ومصر وتونس، بينما يتقارب عدد الأولاد للمرأة الواحدة بين مناطق الريف ومناطق الحضر، كما هو الحال في اليمن والسودان، في حين يتساوى عدد الأولاد للمرأة الواحدة بين مناطق الريف ومناطق الحضر، كما هو الحال في موريتانيا. فلذلك تم تصنيف البلدان العربية بالنسبة لمعدلات الخصوبة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى بحيث تضم أربع بلدان عربية، منها الكويت، البحرين، لبنان وتونس، بحيث تتراوح معدل الخصوبة الإجمالي فيها عن ثلاث ولادات لكل امرأة، ومعدلات الخصوبة تقل عن المتوسط العالمي للخصوبة في ثلاث دول إلا وهي البحرين ولبنان وتونس. فلذلك
تعتبر المجموعة الأولى ذات معدلات خصوبة منخفضة، في حين المجموعة الثانية تضم فيها 9 بلدان، منها الأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا وسوريا والسودان وقطر ومصر والمغرب، بحيث تتراوح معدل الخصوبة الإجمالي فيها بين 3 و5 ولادات لكل امرأة. لذلك هذه المجموعة تكون فيها معدلات الخصوبة متوسطة. أما المجموعة الثالثة فالصومال ينضم إليها، وهو البلد العربي الوحيد الذي لا يزال يزيد معدل الخصوبة الإجمالي على 7 ولادات لكل امرأة، ويصل معدل الولادات لكل امرأة من 5 إلى 7 ولادات في هذه المجموعة، كما إن الخصوبة لدى الحضر أدنى مما عليه لدى الريف، ويبلغ متوسط عدد الأولاد في القاهرة من 4 إلى 7 أولاد في الصعيد المصري. فلذلك هذه المجموعة تعتبر من ضمن المجموعات ذات المعدلات الخصوبة المرتفعة. ننتقل إلى النشاط السادس. أمامك مستند، أجب عما يلي من خلاله. 1- كم يبلغ معدل النمو الطبيعي للبلدان الصناعية والنامية وماذا تستنتج؟ كم يبلغ معدل النمو الطبيعي لمملكة البحرين؟ أمامك دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. من خلال اطلاعك على هذا المستند تستطيع أن تجيب على هذا النشاط بحيث 1- يبلغ معدل النمو الطبيعي في البلدان الصناعية 0.24 من 100، بينما في البلدان النامية 1.44 من 100. نستنتج من ذلك أن معدل النمو الطبيعي يرتفع في البلدان النامية أكثر من البلدان الصناعية. كما يبلغ معدل النمو الطبيعي لمملكة البحرين 1.55%، وبذلك أجبنا على النشاط السادس. وبذلك النمو الطبيعي للسكان، بحيث يبين لنا تتصف البلدان الصناعية بالنسبة لمعدلات النمو الطبيعي بمعدلات نمو طبيعي منخفضة جدا، وتميل تدريجيا نحو الصفر، لا بل تفوق عدد الوفيات عدد الولادات في البعض منها، وينتج عن هذا الوضع معدلات نمو طبيعي سالب. بينما تخضع البلدان العربية النامية لتغيرات في معدل النمو الطبيعي فهو أقل من 2% في كل من لبنان وتونس ومصر والمغرب وليبيا، وذلك بسبب انخفاض معدل الولادات، ويفوق 2.5% في كل من سوريا وعمان والعراق والسعودية وموريتانيا، ويفوق 3% في فلسطين. وبذلك انتهى درسنا لهذا اليوم. تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.